السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم وحياكم الله الأخوة الكرام أينما كنتم في هذا الفيديو الجديد، والذي سوف نتحدث عن الحصول أو كيفية الحصول على الجنسية البيلاروسية. ارجع ورا يا وليد. موضوعنا هذا اليوم عن كيفية الحصول على الجنسية البيلاروسية. السؤال هذا تكرر في أكثر من مرة، في أكثر من فيديو، في أكثر من تعليق، أسئلة على الواتساب. كيفية الحصول على الجنسية البيلاروسية؟ للحصول على الجنسية البيلاروسية كأي جنسية أخرى هناك عدة شروط يجب توفرها في الشخص اللي بده يحصل على الجنسية. لازم الواحد يمر بهاي المراحل. أهم هذه الشروط هي أهم الشروط للحصول على الجنسية البيلاروسية. الشرط الأول أنك أنت تكون مقيم في بيلاروسيا وعندك إقامة دائمة ما بعد الإقامة الدائمة لمدة 7 سنوات. هذا بالنسبة للشرط الأول. قد يسأل أحدهم عن كيفية الحصول على الإقامة الدائمة حتى يعني تعد 7 سنوات بعدها وتقدم للجنسية. كنت أنا شرحت في فيديو قديم عن طرق الحصول على الإقامات في بيلاروسيا وأنواع الإقامات، موجود في هذا الفيديو طريقة الحصول على الإقامة الدائمة. في بشكل مختصر جدا بخصوص الإقامة الدائمة، كيفية الحصول على الإقامة الدائمة هو أنه لازم أنت تكون مقيم في بيلاروسيا لمدة 7 سنوات. هذه الطريقة الأولى. الطريقة الثانية الاستثمار بأكثر من 150,000 يورو، هذه الطريقة الثانية. الطريقة الثالثة بالزواج من مواطنين بيلاروس، هذه الطريقة الثالثة. والطريقة الرابعة واللي هي أقل الطرق، أنه يكون الواحد لاجئ عن طريق الأمم المتحدة ويكون عنده إقامة دائمة. هذا بالنسبة للإقامة الدائمة في بشكل مختصر جدا. يلا يلا يلا. الشرط الثاني هو أن يكون ما عندك أي مشاكل أمنية وما يكون عندك أي مخالفات داخل بيلاروسيا اللي تحصل على الجنسية بشكل سريع وبشكل بدون وبشكل يعني من غير مشاكل تحصل عليها بسرعة. هذا الشرط الثاني. أما الشرط الثالث، لازم أنت تكون موظف في بيلاروسيا في الفترة الأخيرة، ولازم يكون عندك راتب مناسب للمعيشة في بيلاروسيا ويكون مكتمل في بيلاروسيا. هذا بالنسبة للشرط الثالث. طبعا اللي بوقع الجنسية هو الرئيس البيلاروسي، مش أي حدا راح يوقع لك أو الحصول على الجنسية، يعني موضوع الجنسية فقط بيد الرئيس للحصول على الجنسية. طبعا بالإضافة أنه احتمال أنه يطلبوا منك أنك تقدم امتحان لغة روسية أو امتحان بالقوانين البيلاروسية. وهيك بنكون وصلنا لنهاية الفيديو وطريقة أو كيفية الحصول على الجنسية البيلاروسية بشكل مختصر جدا. اللي عنده أي سؤال أو أي استفسار عن هذا الموضوع بإمكانه التواصل معي على الواتساب أو على في التعليقات أسفل هذا الفيديو. وهيك أنا بكون، وما تنسوا الاشتراك طبعا بالقناة اللي بيهم أمور بيلاروسيا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.